حضرت هديك سنة مؤتمر ببكركي، وهيدا المؤتمر دعانا لقاله الربطة البطرك، وكان هي لنجرب نفكر مع بعض كيف بدنا نخلق فرص عمل للشباب اللبناني ونتركهم بضياعهم ونحافظ على أرضنا. أنا قررت استثمر بقطاع المواشي ورحت على سهل عكار، استأجرت أرض بشهر عكار مع مزرعة. فتحنا نورث فارمز لبنان وأنا استلمت الإدارة. أنا ما كان عندي خبرة أبداً بهذا المجال، بمجهود خاص ومساعدة الأطباء قدرت أوصل مطرح ما أنا هلأ. عكار منطقة زراعية بامتياز، تمتاز بوفرة الموارد الطبيعية اللي فيها للزراعة وتنوع مناخي كتير حلو. المشروع اللي صار عنا هون بسهل عكار المشروع مميز لأنه مثل ما شفنا في تنوع، في أغنام وفي ماعز وفي أبقار. استوردنا معزة سبيشال بريد من فرنسا. الفكرة من وراها هي أنه نحن نأصل ونساعد الشباب ليقدروا يفتحوا مزارع صغيرة وما يضطروا يستوردوا ويدفعوا أرقام غالية للأميات التأصيل. نحن رح نكون عم نساعدهم. نحن رح نعمل فيزيبيليتي ستاديز على كل ياس مزرعة ممكن يكون. نحن رح نساعدهم كيف فيهم يركبوها، كيف فيهم يتعاملوا معها. رح يكون في أطباء بتساعدهم، رح يكون في بروفيسورز عم بيساعدوهم. نحن بمزرعة نورث فارمرز لبنان عم نشتغل على فكرة التأصيل، لأنه نحن في عنا بريد للحليب وفي عنا بريد للحم. هلا فيه بالمعزة اللي هي السنن والألبين، نحن شغلتنا نحافظ على بريد الحليب، لأنه بريد الحليب تأصيله كسنن أو كألبين ضلنا محافظين على البريد تبعها مشان ضل عم تعطينا إنتاج حليب مستمر ويكون ما ينزل عنا مستوى الحليب بالمعزة. أما منجي على الغنم نحن تأصيله كلحم، في عنا بريد من برا نجيبه نقصله، نحن عنا بلبنان هون بالمزرعة نقصله على فكرة إنه يعطينا إنتاج لحم سريع ويكون إنه يمشي معنا هون بالسوق اللبناني. هدف كل مشروع هو الربح. لحتى ننجح نحن بنعمل برنامج تطعيم متكامل من الصغار للكبار. البرنامج المتكامل ببلش من التطعيم، نتفادى الأمراض اللي بتجينا من برا، انتظام بالأكل، حفظنا على صحة الحيوان، عطانا منتج عالي الجودة، وأكيد هالقصص كلها بتبين معنا بالمتابعة الدائمة. وقت أنا برجع لدراسات معمولة بالاتحاد الأوروبي أو من الأمم المتحدة أو بعض البنوكي بلبنان، وفي بلوم بانك منا اللي بتقول إنه الكونسومشن لكل شخص بلبنان لحم بين 55 و 57 كيلو والحليب بين 180 185 لتر. إذا هيدولي بدنا نحن نحولهم لدولار تطلع هالمصلحة حجمها بلبنان بين 3 و 3.5 مليار دولار. الخطة إنه نجرب من هلا لخمس سنين 10 سنين ماكسيموم نجرب نعمل قد ما فينا قرابة على الاكتفاء الذاتي، وهيدا رح يساعد خلق فرص عمل، ساعد الشباب يضلهم بديعهم ونعدل بالميزان التجاري. المشروع طبعا نحن بنشجعه وبنشجع مستثمرين يستثمروا بالقطاع هذا لانه منتج ومربح، بيوفر علينا بلبنان استيراد كميات كبيره من الالبان والاجبان واللحوم، وبتخلق فرص عمل للشباب وللمناطق اللي بصير فيها هيك مشاريع. انا مني بنت عايشه كنت بالضيعه، انا كنت عايشه بالمدينه، ولا مره فكرت بحياتي انه معقول اشتغل هذا الشغل يعني بين المواشي. جيت لهون وحبيت كثير وتعلقت فيهم كثير وعم بقضي اغلب اوقاتي معهم، وبدعي كل الشباب يلي من عمري انه يطلعوا على ضيعهم، يقعدوا بضيعهم ويستثمروا بهذا القطاع. نورث فارمز لبنان ما كانت بحالة نهائية للاستثمار بلبنان، قررت اني استثمر بمعمل خياطة بلبنان يشغل المعوقين او عيال الشهداء او المحتاجين، وراح نحط حجر الاساس بهالسفرة لالي لهون، وان الله راد هيدا ببلش ب 50 ل 60 موظف وان شاء الله بيوصل معنا ل 300 و 400 موظف. اقترح علي مشروع انشاء معمل خياطة بلبنان من قبل تشار ابراهيم. ما ترددت ولا لحظة انه كون شريك بهيدا المشروع يلي اهدافه الرئيسية
تأمين وظائف لمصابي الحرب. لأنه نحن بهيدا الدومين وعندنا Creative and Marketing Agency بإستراليا وعندنا فرع كمان بلبنان، التزمنا ناخد الإنتاج اللبناني بدل الإنتاج الصيني، واللي لح يكون بقيمة تتراوح بين 500,000 ل 800,000 دولار بأول سنة للسوق الإسترالي ونيوزيلند، على أمل إنه السنة الثانية فينا نصرف أكثر إنتاج. فكرة معمل الخياطة انطرحت علينا ونحن حبيناها وحبينا نساهم ونشارك، خصوصي إنه في مصابين حرب حيكونوا هن مساهمين الأول بالصناعة تبعيتنا، وهيك منطلع فكرتنا لبرا وصناعتنا ونفرج الجودة اللي عنا، ونحن حنكون حدهم من الأول للآخر قد ما فينا نقدر نساعد ونطور الصناعة ونراقب الإنتاج من الأول للآخر. وإن شاء الله تكون الفكرة بمحلها، ونتمنى اللي مساهم الأساسي نكون احنا حده ونطور الفكرة أكبر وأكبر. مع كل الصعوبات يلي منواجهها بالاستثمار بلبنان من قوانين لبنى تحتية وكهرباء واتصالات وبيناتهم، بضل أهين بكتير إنه نشوف ضياعنا ومدننا فاضية وشبيبتنا عم تهاجر والغريب عم ياخد محله.